خلينا نرجع ديما للدراما السورية، وكان لك مشاركة حلوة ببطولة مسلسل قوس قزح عام 2001، ولكن بكواليس هالعمل تعرضت لحالة ووعكة صحية خطيرة جدا، نقلوك على أثرى إلى المستشفى وأجريت وقت عملية جراحية. شو صار وقتها؟ وقتها كنا عم نصور قوس قزح وتاني يوم عندي أوردر بكير، ففجأة بتصير عندي وجع عند خاصرتي، وأنا حدا كتير جدي بالشغل، يعني ما بعطل، مستحيل أعمل هاي تبع أنه ما بروح على التصوير أو ماني أدراني. شافني حدا عم قال لي لازم تروحي تفحصي، عم بسحب رجلي سحب، عم رحت فحصت، عم قالوا لي زايدة هلأ بدك تفوتي عمليات. كانت الساعة شي 3 الصبح، قلت لهم لحظة بس لدق، الله يذكره بالخير سيف سبيعي كان هو المخرج المنفذ، دقيت له قلت له سيف، هو عنده حفلة، قلت له سيف أنا هيك 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 صاير معي، شو اعمل، فوت عمليه ولا الغيه واجلها؟ قال لي انت مجنونه، فوتي على العمليه يا ديما. وجايكي والله، واجا بريح شوي. طلعت من المشفى بيجيني تليفون من شركه انتاج عمل لاستاذ هشام شربتجي اسمه جلنار، الله يرحمه الله يا رب يرحمه. وقالوا لي بدنا نعمل له اياها مفاجاه، قلت له انا هلا طالعه من الزايده ما صلي لسه ما فكيت القطب، قال تعي ومنظبطها، بس انا حدا يقول لي لك ولا الديب، بقول له خسد ديب. خسد ديب أو النجومية، عطش للنجومية؟ لا خسد ديب. خسد ديب أو المبالغ المالية؟ لا بوقتها ما في مبالغ مالية علي، بديك الوقت ما في، يعني كنا نشتغل، أنا كنت أشتغل والله ما كنت أسأل قدي بدي أخذ. قدي أعلى أجر أخذتي بهيديك الفترة؟ أنا وصغيرة أول عمل. قدي؟ لأنه كان رفيق بابا. قدي كان؟ كواسر كان بوقتها كان 150 ألف ليرة، ودوري كان ما كبير، وبالفصول أخذت 100 ألف. بقول حلوين. شو حلوين، كنا عنا 47 حلقة يمكن صورنا 100 ألف، أخذت مثلي مثل رامي حنا مثل ميلاد يوسف. حلو. قالوا لي بتاخدي مثل الشباب، قلت لهم باخد أنا والشباب مثل بعض. واليوم بعده أجر ديما الأعلى؟ أي هلأ واوا كتير. ليه؟ لأنه ما بشتغل كتير وكتير بنتقي وما بقبل، خلص بعرف حالي، عملت أنا وصغيرة تحبت كتير، لا قدرت أوصل للمرحلة اللي أنا وصلت لها، ما عم بقلك نجومية أتقول بس مكانتي. بس إذا نص حلو مقابل أجر ضعيف، إذا بدنا نقول لا، إذا نص شروطي. حلو مع حدا مبلش جديد بوقف ببلاش معه، بس مع شركة إنتاج معه ليه حبيبي. أنا أولى. بس اليوم اسمك نوعا ما غايب عن الأعمال العربية المشتركة الضخمة. لا على فكرة، يعني شفنا سلافة معمار، شفنا ديما أندلافت، شفنا كارس بشار. لأنه أنا ما بطلع بصرح بقول أنه أنا اعتذرت. هذا الفرق. أنا حدا كتير مزاجي علي، جدا مزاجية، يعني إجوك هالأعمال قبل وأنت اعتذرت؟ كتير إجوني أعمال. نعرض عليك استيلاتو؟ نو. شو دقيقة صمت، يعني نعرض عليك استيلاتو؟ أي دور تحديدا؟ لا تذكر لي أي اسم. بحس فلك بالبق لك. لا فلك ديما اندلفت عملته بتاخد لعقل. بس ليه رفضتي لهالعمل؟ لا ما قلت، أنا ما نعرض. بس عيونك بيحكوا يا ديما. لا لا نو نو. شو رأيك في هالعمل؟ حلو، عمل شيء حلو، عمل شيء. أنا عن جد فتحت لها تليفون لديما اندلفت وباركت لها من قلبي. إيه إيه. شو رأيك كان بكارس بشار؟ كارس بتجنن، بس أنا ديما يعني مع احترامي لكريس، ديما عملت بصمه،